هالوباء وضع ضغوط بدون استثناء على كل العالم، ضغوط نفسية وضغوط اقتصادية يعني خارج عن المألوف. مع الأسف مع هاي الضغوطات بكل العالم زادت نسبة العنف الأسري. إحنا اللي بدنا نحكي إنه ما بكفينا الوباء وما بكفينا كل هاي الضغوط، الإنسان لازم يطول باله شوي وما يخلي هاي الضغوطات تنعكس على حياته بجوا مع عيلته بجوا بيته. الكل مضغوط، الكل متأثر من الطفل للكبير، فمنتمنى إنه نطور روحنا شوي وناخد الأمور بإيجابية ونفكر دايما إنه الصحة النفسية كمان هي صحة جسدية.